بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله خيرا أيها الشيخ الكريم شيخ جمال نعم الطالب ونعم المعلم جزاك الله خير تعليمك يا شيخ عبد الرشيد أيوة. ما شاء الله هو قرأ بقراءة ابن كثير لأن كما لاحظت ورده هذه الأيام بقراءة ابن كثير الله أيه. الله هو قرأ القراءات العشر كلها على فكرة كمل وهذا أيضا يعني إضافة إلى كلامكم أن الذي يجتهد ويتعلم القرآن يناله ولو في أي مكان فهو من مواليد لندن وكانت قصة بدايته عجيبة أنا جيت هنا أظن 2011 ها 2011 جيت جبت معي ولدي كان مريض ففي مسجد كنا ساكنين في مكان في مسجد إدمنتون اللي هو في نورث لندن فأشوف طفل صغير شاب يعني ولد صغير كم كان عمره 14 سنة ولا حاجة زي كده أشوفه يقرأ القرآن من غير مصحف فتعجبت
تعال يا ولد ايش اسمك؟ قال لي جمال. قلت جمال ايش؟ قال جمال عبد الناس. قلت لا حول ولا قوة الا أنا أبوه اسمه عبد الناصر واسمه جمال، فكونه يعني تشبه باسم شخص أفضى إلى الله على كل حال أفضى إلى الله. المهم قلت له حافظ القرآن؟ قال نعم. فامتحنته فوجدته حافظ متقن، الله أكبر. وين حفظت؟ قال هنا في مركز السنة مسجد. فسبحان الله. قلت له طيب، قرأت معه ورد كذا ما شاء الله ولا يخطئ. يعني كذا قلت له مثلك يعني لن يفوت، أنت تعال في قطر وتتعلم القراءات. وصدق في عزمه، فكان يأتيني كل سنة لما يتحصل على الإجازة ويجلس معي يأخذ رواية روايتين قراءة قراءتين، وفي الأخير انتهى من القراءات. والآن هو سمعت أنه شيخ للندن وشباب كثيرين يدرس لهم وكذا يعني. فأنا ذكرت هذا يعني على أساس أن مثل ما تفضل الدكتور يعني أن كثيرين يعتقدون أنه لا يمكن أن يتقن القرآن ويتعلم إلا إذا هاجر إليه الشخص وذهب إلى البلاد الإسلامية، وهذا صحيح فعلا، لأن تأثير البلاد غير المسلمين له تأثير كبير، ولكن ليس على إطلاقه. فكل من اجتهد وتعلم القرآن في أي مكان يعلمه الله إن شاء الله. أسأل الله أن ينفع به وأن ينفع بكم وأن يجعلنا وإياكم من الصالحين. أكرمك الله يا شيخ، جزاك الله خيرا. طيب.